بعد مرور أكثر من شهرين على فقدان شخص سعودي في صحراء الربع الخالي، وتحديداً منذ الرابع من رمضان عندما انقطع الاتصال به، أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 العثور عليه. فكيف وجدوه؟ ما عليكم، احنا ندور مفقود الوادي ولقينا السيارة ذي بدون لحات. الله الله. الجمعية قالت عبر صفحتها في تويتر: تلقت جمعية عون من الكنترول الميداني خبر العثور على مفقود السعيرة من قبل أعضاء الجمعية متوفي، نسأل الله له المغفرة والرحمة. وكشفت الجمعية أن الشاب يدعى عبد الرحمن عبد الله رشيدي ويبلغ من العمر 28 عاما، وكان يقود سيارة تويوتا هايلوكس 2010، حيث وجد فريق إنجاد التطوعي في وقت سابق هذه المركبة التي تخص المفقود، بينما أعلن يومها عن مواصلة الجهود للعثور عليه باستخدام أكثر من 15 مركبة وطائرة شراعية، كما كثفت الفرق التطوعية والأهالي البحث عنه إلى أن وجد متوفيا للأسف. لحالي أنا وعد ميت فيه. الله يرحمه. هذه الحادثة المحزنة ليست الأولى من نوعها، فبين الحين والآخر يفجع السعوديون بحوادث فقد لأشخاص في صحراء الربع الخالي، الصحراء الأكبر في العالم، إما عطشاً أو بسبب ارتفاع حرارة الشمس، مع عدم قدرتهم على التبليغ عن أماكنهم أو الوصول إلى أقرب تجمع سكني بسبب انقطاع الوقود. ومع كل حادثة فقد شخص أو عائلة في صحراء الربع الخالي التي صارت كمثلث برمودا، تسارع جمعيات البحث والإنقاذ الأهلية في السعودية إلى محاولة العثور على المفقودين من خلال جهود مكثفة ومعدات مختلفة من سيارات دفع رباعي وطائرات درون أو شراعية وغيرها من اللوازم. طبعا فريق غوث عثر على سيارة مفقود وادي الدواسر. وتشترك تلك الجمعيات مع حرس الحدود السعودي وجهاز الدفاع المدني، كما أنها تعمل على تأهيل المجتمع على عمليات الإنقاذ الصحية ووضع الخطط الخاصة بالأزمات الطبيعية والتوعية حولها.